السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بهذه التغطية الخاصة والمستمرة بذكرى شهادة السيد محمد باقر الحكيم شهيد المحراب قدس سره الشريف. للسيد الشهيد تاريخ حافل ومشرف بالعمل السياسي سواء داخل أو خارج العراق، فالتاريخ يذكر بأنه أول من وقف بشكل علني وواضح وصريح بوجه الطاغية صدام، وأول من قاوم سطوة وسلطة النظام البعثي ورفض وجوده جملة وتفصيلا، وأول من بدأ المواجهات العسكرية الميدانية بحق أزلام النظام البائد، ومن أوائل الذين أوصلوا معاناة العراقيين وظلمهم وفقرهم إلى المجتمع الدولي. فكان العارف بتفاصيل الأمور وكيف يفكر صدام وأعوانه، وحتى وصل الأمر للترفع عن منافسة صدام انتخابيا رغم دعوة صدام لذلك الأمر صراحة، كون السيد الشهيد لم يكن طالبا للسلطة أو الجاه أو المال، وهذا ما تحقق بعد نهاية النظام البعثي. فكانت خطابات شهيد المحراب واضحة جدا توحد أبناء الشعب العراقي، إنهاء تواجد المحتل، كتابة الدستور بأيادي عراقية، إجراء الانتخابات، وحدة المراجع الدينية، والحفاظ على الحوزة العلمية ونبذ الخلافات الطائفية، وأن يكون القرار عراقي، والعديد من الأمور الهامة أطلقها السيد الشهيد بعد عودته إلى العراق خلال 14 خطبة من الصحن الحيدري الشريف. خلال هذه التغطية راح نبحث ببعض هذه التفاصيل وهذه المسيرة المهمة بالعملية السياسية لشهيد المحراب مع ضيوفنا الأكارم، لكن قبلها نروح إلى تقرير يلخص لنا جزء من هذه المسيرة المشرفة. رجل خرج العراق كله لاستقباله عائدا بعد سنوات من المنفى. عاد الآلاف من معارضي نظام البعث الصدامي إلى العراق بعد سقوطه، لم يكترث الشعب العراقي بهم، والناهض توا من رماد الحروب والطغيان والدمار. إلا أن هناك رجلا واحدا لم يكد العراقيون أن سمعوا بعودته حتى خرجوا بالملايين لاستقباله، مجددين عهدا قديما جديدا بالولاء والإخلاص لمسيرة جهاد وعلم وإيمان لا تنتهي. في العاشر من أيار عام 2003 وبعد سقوط نظام البعث الصدامي بشهر، عاد السيد الحكيم إلى العراق بعد غياب قسري دام 23 عاما. البصرة، ثغر العراق الباسم، كانت أولى المدن التي دخلها السيد الحكيم، فهبت الملايين لاستقباله بشكل عفوي في استفتاء شعبي جماهيري. استبشر به العراقيون خيرا بأنه قادر على طي صفحة البعث الأليم لبناء عراق قوي بعد سنوات القهر والحرمان. واصل موكب الحكيم رحلته، تستقبله الملايين، تجدد له عهدا ووعدا، وتمنحه شرعية مستمدة من تاريخه الجهادي العظيم، ملتفة حول قائد فنى عمره الشريف من أجل حياة كريمة آمنة لشعب قهرته الأنظمة المستبدة والحروب. أظهرت الجماهير التي استقبلته مشاعرا عظيمة امتزج بها الشوق والأمل لهذا الثائر العظيم، فما كاد يحط رحاله في أي بقعة أرض حتى كانت الحشود تزحف نحوه مرددة قسما وعهد وفاء له ولمشروعه الإنساني الكبير. رحلة 5 أيام بين البصرة والنجف الأشرف، المدينة التي عشقها طوال حياته وفارقها مرغما، لتهب تلك المدينة عن بكرة أبيها منتظرة وصوله، يحدوها الأمل بأن يزيح عنها غبار الإهمال والقهر والاستبداد، متطلعة لقائد يأخذ بيد العراق. لاقى السيد الحكيم ترحيبا حارا لدى المرجعية في النجف الأشرف، ودعمته بقوة في مشروعه القائم لإنقاذ العراق من الاحتلال وتبعات حقبة البعث المظلمة. وبدأت مرحلة جديدة في سفر هذا المجاهد العظيم، واضعا أسس النهوض بالعراق، ساعيا لتشكيل حكومة يختارها العراقيون، وكتابة دستور يجمع أطياف الشعب العراقي تحت خيمته، وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار. دق مشروع السيد الحكيم ناقوس الخطر لدى الاحتلال ودول الجوار التي لم تشأ للعراق النهوض من محنته، وخشيت تلك الجهات من التفاف الشعب العراقي حوله واتخاذه قائدا يمضي بها نحو الأمل.
14 جمعة أمها السيد الحكيم في الروضة العلوية المطهرة، أسس فيها قاعدة اجتماعية وسياسية واقتصادية لمشروعه القادم، ولكن يد الغدر كانت تخطط للقضاء على الحلم العراقي في مهده. وفي يوم الجمعة الأول من رجب سنة 1424 هجرية، شهر آب 2003 ميلادي، أغتيل السيد الحكيم بسيارة مفخخة بعد إتمامه لصلاة الجمعة في باب الصحن العلوي الشريف، ليرتفع شهيدا ويلتحق بالصديقين والصالحين من الشهداء من آل الحكيم. رحب بكم مرة ثانية، وينضمنا في هذه التغطية الأستاذ حسن الساري، عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وعبر الأقمار الصناعية ينضمنا السيد حسن الزاملي، أيضا عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. رحب بكم ضيوفنا الأكارم، وأبتدي وياك أستاذ حسن. إذا نتساءل عن هذه المسيرة الجهادية وأهم ما يميز هذه المسيرة الجهادية السياسية وبالتحديد في الجانب السياسي لشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الحقيقة نعزي المراجع العظام بهذه المناسبة والشعب العراقي وأبناء تيار شهيد محراب بهذه الذكرى الأليمة لاستشهاد آية الله العظمى السيد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم. واقعا الحديث عن السيد لا يكفي ساعة والساعات. السيد الحكيم يتميز عن الآخرين بالنظرة الاستراتيجية والقيادة، يعني حقيقة هو قيادي استراتيجي، قائد استراتيجي، كان له تحليل دقيق وتشخيص دقيق بالعوامل التي تؤثر على العراق وعلى اتخاذ القرار وعلى المعارضة، لذلك قد يختلف عن الآخرين ويسبق الآخرين لأنه له قدرة على التحليل ومعرفة العوامل المؤثرة على الساحة العراقية، وهذه كانت متميزة من بداية حركته الحقيقة. قبل باعتبار هو سليل العائلة الحكيمية، والده المرجع، وكان هذه العائلة هي المعارضة للأنظمة الطاغية، للأنظمة استبدادية، وكان ليس يعني كان مع والده معارضا لحقبة البحثيين وما قبل البحثيين، وإلى أن انتهى الدور له في وجود البحثيين بالسبعينات ومجيء صدام، هي أصبحت المشكلة والمعضلة الكبيرة على العراق، وكان له في كل هذه المراحل وفي كل هذه كان له نظرة ثاقبة وتشخيص دقيق لما يجري في الساحة ولما يحدث في المستقبل، قد يختلف عن الآخر، ولعله مشكلته مع الآخرين هذه النظرة متخصصة بجانب معين، من هذه النظرة في القضية شمولية أكثر. نعم، في القضية في القضايا السياسية بالخصوص، يعني في إدارة الدولة، في الظروف التي يعني في العوامل التي تؤثر على البلد اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، كان له نظرة ثاقبة وتحليل دقيق ماذا يحدث. ولهذا فقط عفوا فقط نظرة معارض أم نظرة رجل دولة عارف أن الأمور شلون تدار؟ عالم، رجل دولة، سياسي، معارض، وهذه أي هو في كل مراحل حياته وفي كل جانب من هذه الجوانب وكل بعد من هذه الأبعاد له نظرة مستقبلية، لذلك قد يختلف مع الآخرين أو الآخرين يختلفوا معه، هو لا يختلف مع الآخر، لأنه قد ينظر إلى أمور في المستقبل راح تحدث ما يرونها هم وما يحللون، لذلك أنه يعني في البداية يختلفون مع السيد، لكن ورا سنتين ثلاثة يرجعون إلى ما قرارات السيد، قرارات السيد وما قال عن السيد، ويقول السيد صحيح، ما تحدث به السيد وما رآه السيد صحيح. كان هذا الحقيقة على طول فترة حياته، على طول المراحل التي عاشها السيد
كان دائما يختلفون مع الآخرين على الحقيقة النظرة المستقبلية والرؤية التي يمتلكها السيد لمعرفة وتحليل الواقع في المستقبل. طيب. هذا يختلف الحقيقة واضحة في حياته. إذا نرجع لفترة سيد حسن، إذا الصوت واضح عندك، إذا نرجع لفترة قبل المهجر وقبل هجرة السيد محمد باقر الحكيم، وأتساءل عن فترة الستينات والسبعينات، بهذه الفترة كان أكو دور في الجانب السياسي للسيد محمد باقر الحكيم؟ إذا الصوت واضح أخوان عند السيد حسن. طيب أرجع لك أستاذ حسن، هذا السؤال، الفترة ما قبل المهجر بالنسبة للسيد محمد باقر الحكيم، وصل الصوت للسيد حسن عفوا أستاذ. الحوزة العلمية وقصب الذكر أبناء الصوت ما واصلني أخوان لحد الآن. سيد حسن، أنا أسأل عن الفترة ما قبل التوجه إلى الهجرة من قبل السيد محمد باقر الحكيم، أو الإجبار من قبل النظام البعثي الصدامي للهجرة خارج العراق بسبب المضايقات، بسبب الاعتقالات، فأسأل عن الدور السياسي قبل هذا الموضوع وقبل هذا التوقيت عن فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي. نعم، بالمناسبة أنا سمعت التقرير الذي بثته القناة الموقرة، كان يتحدث في فترة محددة ألا وهي فترة ما بعد العودة إلى العراق. نعم. وأهملتم الفترات الأخرى ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، لذلك كان يتساءل عنها سماحة السيد. لا شك ولا ريب أن شهيد المحراب وتتلمذ على يد مراجع. نعم، هذه الفترة وهذه المرحلة التي مر بها شهيد المحراب فترة بداية تحرك سياسي واجتماعي في ظل مرجعية عليا ألا وهي الزعامة في المذهب الشيعي من مرجعية الإمام الحكيم. وتتلمذ على يد أستاذه الشهيد السيد محمد باقر الصدر. يعني كان يعيش شهيد المحراب بين ظل هذين المرجعين العظيمين، وبالتالي تحمل مسؤولية التحرك الديني والاجتماعي والسياسي بعد أن وصل إلى مرحلة أنه يكون له الدور البارز لإملاء لملء الفراغ الذي كان آنذاك موجودا. كان فراغ واسع، بالتالي جاء الشهيد المحراب ورفاق دربه ممن تتلمذ على يد المراجع العظام وخصوب الذكر المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي عبر عنه بالعضد المفدى. تحمل مسؤولية وكان يشار له أن يكون له هو القيادة البديلة لما بعد شهادة الشهيد الصدر. التحرك الذي قام به أثار حفيظة النظام واعتقل شهيد المحراب لمرات عديدة من قبل النظام لشعوره، شعور النظام بالخطر الحقيقي الذي تمثله هذه المدرسة، مدرسة الفقاهة والشهادة. وعندما كان يكلف من قبل الشهيد الصدر بأداء المهام حساسة التي تثير حفيظة النظام، وخصوصا انتفاضة صفر والتي بسببها اعتقل السيد الشهيد الحكيم وتعرض للتعذيب وتعرض للاضطهاد
وكان محاصرا وكان متابعا من قبل النظام والأجهزة القمعية للنظام. فضلا عن كونه استاذا بارعا يمتلك العلمية والذهنية الوقادة خصوصا في علم الأصول وعلم الفقه وعلوم القرآن، وكان يعتمد حتى في الجامعات الحكومية يدرس علوم القرآن، وهنا واضحا بارزا من شبابه بدأ البروز والشموخ لهذه الشخصية العملاقة، فشعر النظام بخطر حقيقي أن هذه المدرسة، مدرسة الفقهاء والشهادة، مدرسة المرجعية بشكل عام خصوصا المرجعية المتصدية، لا زالت تشكل خطر على وجوده وجود النظام أقصد. فبدأ يحاصر هذه الأسرة وهذه الشخصيات البارزة، ومن ضمنها شهيد المحراب. شهيد المحراب اضطر أن يهاجر من العراق خوفا على أنه تفرغ الساحة لو تم الاعتقال من قبل النظام بعد أن حكم عليه مرضات، وبالتالي استطاع أن يتخلص من أجل أن يستمر ويواصل مسيرة ويرفع الراية ويقود. طيب أرجع لك أستاذ حسن، إذا تسأل عن الأسباب اللي خلت السيد الحكيم بمواجهة هذا النظام البعثي حتى قبل أنه يتسلم هذا النظام الحكم والسلطة في العراق من الستينات، وأن يكون بمواجهة هذا النظام وأن يستهدف النظام وأزلامه السيد الحكيم. أنا ذكرت في بداية حديثي أنه السيد يمتلك الرؤية المستقبلية والتشخيص الدقيق لما يجري، لعله الكثير من الناس ومن الشعب العراقي الحقيقة لا يعلمون بأن النظام يرتكب حماقات وسياسات، حقيقة سياسة النظام، ولربما لعله الكثير كان يمدح بالنظام في وقت السبعينات باعتبار كثير من قد تكون إنجازات شكلية قد حققها النظام، لكن بالحقيقة هذا لتغيير الواقع على الشعب العراقي. أما بالنسبة للسيد السيد الحكيم وكذلك والده المرجع الكبير سيد محسن والسيد الصدر رحمة الله عليه محمد باقر الصدر، كان لهم تشخيص واقعي وحقيقي لما يجري وماذا يريد النظام أن يعمل. كان السيد يعلم أنه النظام، يعني تحليل دقيق، أنه عندما هذا النظام البعثي إذا استمر في العراق سيحدث كوارث للشعب العراقي وسيكون دكتاتوري، وهو جاء من أول أيامه بالنظام دكتاتوري الحقيقة، وهذه طغمة البعثية، طغمة ظالمة تحكم الشعب العراقي بالحديد والنار، ولا بد من أول لحظة ومن أول الأيام أن تكون المعارضة لهذا هذا الحكم وتغيير هذا الحكم. استهداف بالتالي استهداف السيد الحكيم لأسبابه ومواقفه الشخصية، أنه بالتالي هو ابن المرجع الأعلى وابن الإمام محسن الحكيم. يعني هي الحقيقة تراكمت الأسباب. أولا كان هو الابن المقرب لوالده، وثانيا العضد المفدى لسماحة السيد محمد باقر الصدر، ومعروف من مواقفه النظام الاستخبارات المخابرات العراقية الأمن العراقي مشخص حركة السيد وخطورة السيد على النظام البحثي آنذاك، وبالتالي لابد أن يطاردوه يحتقلوه يمنعوه من حركته بكل الطرق، بطريقة السجن، بطريقة التهديد، بطريقة الوسائل الأخرى التي تمنعه من أجل شنو الذنب أو الأحكام تصدر بناء على شنو وفق أي قرارات أي قوانين؟ يعني بالنسبة للنظام البحثي تعرفون وخاصة صدام عندما جاء هو يقول أنا القانون وأنا الحكومة، وأن
يعني كل من إذا لم تكن معي فأنت عدوي. هذا المبدأ اللي حكم العراق به، وبالتالي أي واحد مو ويا صدام فهو يكون عدو لصدام ويحكم عليه بالأحكام اللي يريدها صدام. لا يوجد هناك الحقيقة قانون. نعم أكو قانون عقوبات لكن لا يلتزم. وين أكو قانون مثلا يعدم الإنسان بالتيزاب مثلا المركز؟ بالعالم كله ما موجود هيك قانون. فالقوانين قوانين صدام هو، وهو أيضا احترف بها. أنا أصوغ القانون، أنا أكتب القانون، أنا القانون، الحكومة القانون. لذلك أنه وقف ضد من عند السيد. نعم. الحكيم. فطبعا استخدم كل قوته النظام ضد السيد، ومما أجبره على الرحيل والهجرة إلى خارج العراق. طيب سيد حسن، سماحة السيد، الدراسة أو الحوزوية والتعلم بداية من الإمام محسن الحكيم والسيد الصدر، شنو اللي أضافت للسيد الشهيد الحكيم خلال عمله بالجانب السياسي؟ نعم لا شك ولا ريب أن السيد خديج، أن سماعة السيد الشهيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، خديج مداد استداث، ترعرع وتربى في ظل المدارس الثلاث، مدرسة الإمام الحكيم رحمة الله تعالى عليه، ومن ثم مدرسة الشهيد السعيد محمد باقر الصادق، والمدرسة الثالثة مدرسة الإمام روح الله الموسى والحميري رحمة الله تعالى عليه. في ظل هذه المدارس الثلاث صنعت هذا الرمز الشامخ الكبير، صنعت منه قائدا ورمزا حتى توصل إلى مرحلة أن يكون ويمتلك درجة الاجتهاد في السياسة فضلا عن الجانب الديني، أصبح رمزا ومحورا وقطب روحة في المعارضة بشكل عام، وقاد المسيرة نتيجة ما يمتلكه من صفات ذاتية وما أعطته هذه المدارس الثلاث والتجربة والخبرة التي امتلكها شهيدنا الخالد والذي قاد المسيرة أكثر من 20 سنة أو أكثر من 23 سنة، وقائد لهذه المسيرة رغم الظروف الصعبة رغم ما تعرض له من ضغوطات حقيقية مارسها النظام بحق أسرته وبحق عائلته والتهديدات، استطاع أن يمضي قدما وقال هذا طريق ذات الشوكة، ينبغي أن نوطن أنفسنا للتضحية، وكان كثيرا ما يؤكد على الصبر والثبات والتمسك بهذه المبادئ من أجل أن نصل إلى الأهداف المقدسة، وكان مطمئنا بأن النص يتحقق، ويؤكد على الصبر والثبات وأن لا يحصل حالة من اليأس وحالة من الضعف أو الوهن لخديديه ولجنوده ولأتباعه، وهو الصامد الحقيقي الذي صمد كما أشار ضيفكم الكريم أنه برز وتميز عن نظرائه وعن من يعمل معه في زمن المعارضة، أنه امتاز بالثبات والصمود، وقال لو بقيت لوحدي في الساحة سأستمر بالجهاد وبالمعارضة حتى تتحقق الأهداف أو أنال إحدى الحسنيين. نعم سماحة السيد، بالتالي أتذكر له موقف واضح جدا هذا يكشف عن صموده وثباته، عندما أقدم النظام البائد نظام المجرم على عملية
عملية الإعدام لثلة من أبناء الحكيم، الخمسة الأولى من الشهداء، وكانت رسالة بعثها بيد العالم المرحوم السيد محمد حسين الحكيم، أراد منه أن يتوقف عن حركته وعن تصديه وعن معارضته، وذهب بنفسه السيد الشهيد بعد أن وصلته الرسالة واضحة من قبل النظام على يد السيد المرحوم السيد محمد حسين الحكيم. عرض رسالة على السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه الذي كان حيا، والإمام أجابه قال: أنت مجتهد وأنت تشخص المصلحة. فتصدى في اليوم الثاني أو الثالث، فكان صلاة الجمعة في طهران في جامعة طهران، وأعلن الموقف الواضح والإجابة الواضحة والصريحة للنظام كما قال جده رسول الله صلى الله وسلامه عليه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. طيب، بالتالي هذه نعم سماحة السيد، هذه المواقف الصمود وهذا الثبات أستاذ حسن، الصبر والتحمل، هذه المواقف لأي درجة رمزا قائدا. نعم أستاذ حسن، نعم. لأي درجة كان لدور شهيد المحراب موقف ودور أساسي بتوحيد المعارضة ضد النظام البعثي بعد الخروج بعد عام 1980، باعتبار احنا طرقنا للفترة من الستينات والسبعينات، بالتالي وصلنا إلى هذا الدور مثل ما طرق السيد حسن إلى هذه الفترة المهمة بحياة شهيد المحراب. يعني الحقيقة هو كل أيام في كل مراحل حياته كان يعمل لوحدة الصف، وخاصة المعارضة ضد النظام السابق. وبعد الهجرة الحقيقة، وبعد تشكيل المجلس الأعلى الذي هو يعني الحاضن والبيت لجميع المعارضة الإسلامية العراقية في إيران، في طهران، في دار الهجرة أو في بلد الهجرة، وكان يعمل من أجل وحدة المعارضة العراقية ومن أجل وحدة الشعب العراقي، أن يكون للمعارضة كلام واحد وموقف موحد ضد النظام السابق. بعدما تعرض إلى كثير من الضغوطات والاضطهاد، وهو أيضا قدم مثل ما ذكر سماحة السيد الله يحفظه، أنه الحقيقة يعني موقف ليس بصغير، موقف بطولي وجهادي، أنه عندما يخيروه صدام حسين أبعث له رسالة بيد أحد أخوانه أنه أما أن يتنازل ينسحب عن الموقف، وإلا بقية أخوانه يعدمهم، وكان مجموعة قبل أعدموا يعني أعدمهم النظام. ظروف أبدا مو طبيعية، يعني مو مثل ما يتخيلها اليوم الوضع، يعني من أو موجود بالداخل العراقي يتخيل يعني حاليا المعارضة الموجودة، خلي يتخيل كل إنسان يعني يخلون ابنه أخوه بين الموت، وأما أن تنسحب من معارضتك للنظام، وأما أن أخوانك بالجميع ينعدمون، أكثر من 35 شخص من العائلة الحكيم كانوا في السجن معي، أنا كنت في السجن معهم، وقسم أعدموا، ومجموعة من أخوان السيد كان يساوم بهم النظام أنه سأعدمه إذا ما يساوم. هنا في بغداد؟ في بغداد، نعم، في أبو غريب. شنو الأسباب لما أنه اعتقلتوا؟ شنو الظروف؟ يعني أنا اعتقلت الحقيقة مرتين، وحكم علي مؤبد مرتين مؤبد، كان السبب هو هذا، معارضة للنظام، يعني باعتبار مجاهدين نعارض النظام، وحكم علينا يعني كما يحكم على الآخرين، كثير من الأخوة المجاهدين حكموا بالمؤبد والإعدام، وأنا انحكمت الحقيقة مرتين لأني في هذا النهج، نهج السيد الحكيم شهيد المحراب، وأنتمي إلى المجلس الأعلى، يعني حكمت مرتين مؤبد. بأي طريقة توصلكم التوجيهات أو خطابات السيد الحكيم؟ إحنا عندنا طرق خاصة نرتبط بالسيد الحكيم، وتأتي إلينا يعني التوجيهات بين فترة وأخرى،
هو الموضوع شلون توصل اكو استجابه لهذه التوجيهات خصوصا بالطبقه الشبابيه. نعم. شنو سر هذه الاستجابه يعني بهذه السنوات وبدايه نظام البعث وسطوه نظام البعث وبعض الانجازات ممكن او مقبوليه لجزء من الشعب لنظام البعث؟ نعم. يعني الشباب انذاك المتدين المجاهد كان مشخص ايضا كما شخص السيد الحكيم طغيان النظام وطغيان صدام، ثم التوجيهات التي يعني تقوينا وتثبتنا من السيد الحكيم التي تأتي من الخارج بين فترة وأخرى، ارتباطنا عن طريق الأهوار يعني كان طرق عندنا خاصة للذهاب والمجيء إلى العراق، نرجع مرة أخرى ونلتقي بالسيد في تلك الفترة، وكنا محملين بالتوصيات والمعنويات و التوصيات تخص فقط العمل الجهادي، العمل الجهادي السياسي الاجتماعي، كيف نتحرك على الآخرين، كيف نحترم الآخرين، حتى العمل العسكري كان إلى يعني هذا لا ينفذ، هذا ينفذ، هذا فيه حرمة، هذا فيه يعني حلال، هذا يجوز، وكيف نتعامل مع الناس، نتعامل مع الشعب، كيف نتعامل مع العشائر، كيف نتعامل مع الحوزة والمراجع. خطاب السيد الحكيم وجه فقط لمحافظات الوسط والجنوب أم أنه كان خطاب شامل؟ لا، كان الخطاب دائما شامل لكل مكونات الشعب العراقي، لكن باعتبار إحنا الأقرب وارتباطات مستمرة مع لعله نستفيد منها أكثر من غيرنا، وخاصة فئة المجاهدين لعله أكثر أيضا من الآخرين من بقية فئات الشعب الأخرى، وبالتالي كان السيد الحكيم يفكر بكل العراق وبكل مكونة الشعب العراقي، حتى عندما عاد ومن خلال خطب الجمعة كان يدعو إلى حكومة تشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي، لم يقل للشيعة أو لمجموعة معينة أو فقط للمجاهدين، وإنما كان يدعو أنه هذه الانتخابات عامة كل الشعب يشترك بها جميع مكونات الشعب العراقي، وكان يؤكد أن الحكومة تشارك بها جميع مكونات الشعب العراقي. هذا كان مبدأ ودعوة السيد الحكيم للإخوة العاملين في داخل العراق. راح نتطرق إلى دور السيد الحكيم لفترة ما بعد عام 2003 وسقوط النظام، لكن قبلها نروح إلى تقرير قصير عن جزء من هذه المسيرة وبعدها نعود. أمامنا رؤية بأن الله سبحانه وتعالى سوف يكشف هذا الكابوس، يزاح هذا الكابوس عن صدر العراق، ولكن هل أن أهدافنا تتلخص فقط في هذا الأمر ونقف عند هذا الأمر، أو أننا وراء أهداف أيضا أخرى؟ هذه الأهداف الأخرى ليست أهداف شخصية أو منافع أو مصالح لهذه الفئة أو لهذه الجماعة أو لهذا الشخص أو لهذه المجموعة من الناس، وإنما هي مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة ومصلحة الشعب العراقي عندما نتحدث عن الأهداف الأخرى. رحب بكم مرة ثانية، وأتوجه بها السؤال إلى سماحة السيد حسن. ذكرنا في المقدمة سماحة السيد أنه للسيد الحكيم دور مهم في إيصال مظلومية الشعب العراقي إلى المجتمع الدولي والعالم، إذا نتساءل عن الطريقة وكيف استطاع السيد الحكيم من إيصال هذه المظلومية إلى المجتمع الدولي ودعوة المجتمع الدولي لتحرير الشعب العراقي من سطوة هذا النظام الظالم؟ نعم، عنوان السيد أصبح هو المرجعية الدينية السياسية، وهو المتحمل المسؤولية العظمى والكبيرة أكثر من باقي الأطراف الأخرى التي كانت تشارك في المعارضة، أصبح يتحمل هذه المسؤولية من أجل إيصال هذه المظلوميات التي يتعرض لها الشعب العراقي، ويتحرك على عدة محاور. محور
وضح النظام وجرائم النظام وما يرتكبه النظام بحق الشعب العراقي، وما حاول يخاطب به الشعب العراقي كما تفضل الدكتور الساري، انه خطاب السيد كان شاملا عاما يبرز من خلال هذه الخطابات مظلومية اجرام جرائم النظام بحق هذا الشعب المظلوم، وجمع الارقام وجمع عده حوادث وجرائم ارتكبها النظام بحق الشعب العراقي، بحق المراجع، بحق العلماء، بحق المتدينين، وبدات تعكس بشكل تدريجي. وكان عضده المفدى كذلك السيد عبد العزيز الحكيم هو الرائد وهو المتحرك في هذا المجال من أجل إيصال صوت الشعب العراقي ومظلومية الشعب العراقي إلى المجتمع الدولي، ومن خلال عقد المؤتمرات، من خلال إجراء الحوارات، بعث الوفود، من خلال الإعلام الذي كان هناك ولو كان إعلاما محدودا، استطاع أن يوصل هذه المظلومية من خلال عرض المعارض التي تكشف حجم الجرائم الكبيرة التي يرتكبها النظام بحق الشعب العراقي. فهو الوحيد الذي كان يتحرك بفاعلية وبقوة وعلى مختلف الجوانب ومختلف الجبهات من أجل إيصال هذه المظلومية، من تحريك الضمائر، تحريك المجتمع الدولي، تحريك الرأي العام ليتعاطف مع القضية العراقية، مع الشعب، مع الشعب العراقي، مع المعارضة العراقية، ونجح نجاحا كبيرا في هذا المجال، واستطاع أن يغير وجهات نظر بعض الأنظمة الدولية تجاه النظام المجرم، واستمر في هذا المجال. طيب. وأنا كنت أقول ولا زلت أقول وأعتقد هذه عقيدة أنا أمتلكها، بأن سماحة السيد الشهيد هو مثل المرجعية الدينية السياسية، ما يمتلكه من خبرة واسعة وتجربة طويلة و درجة الاجتهاد في العمل السياسي فضلاً عن الاجتهاد في الجانب الديني، حتى أنه وصل إلى هذه المرحلة التي انفرد بها وكان مرجعاً سياسياً تعود له الأطراف الأخرى. طيب. المعارضة من أجل أن يحدد لها الموقف أزاء التحرك تجاه النظام، وكان داعياً نعم سماحة السيد إلى وحدة الموقف، إلى لمدمة الشام، من أجل أن يوصل أو من أجل أن يصل صوت الشعب العراقي إلى المحافل الدولية من خلال أطراف متعددة كانت ترتبط بهذه المحورية وهذه الرمزية الدينية السياسية التي استطاعت أن تكون هي فعلا مؤثرة في هذه الجهات وفي هذه الجوانب. نعم سماحة السيد. ويتعزز السيد تعزز هذا الموقف من عفوا سماحة السيد قوة خطاب وقوة بيان أتعزز هذا الموقف أستاذ حسن بإطلاق مشروع في بداية التسعينات بعد الانتفاضة الشعبانية، مشروع متكامل للسيد الحكيم يخص الوضع العراقي والمطالبات للموقف الدولي، إذا تقربنا أكثر من تفاصيل هذا المشروع. نعم، بالإضافة إلى ما تحدث به السيد سماحة السيد الزاملي، وأنا أحييه الحقيقة من خلال قناتكم، السيد الحكيم شكل مركز وثائقي بمسؤولية السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله، وكان هذا يحتوي على كثير من الوثائق التي تدين النظام وتعتبره مجرم حرب، وأيضا هناك فتح كثير من مكاتب الدول للمجلس الأعلى في الدول الأوروبية، وكانت هذه
المكاتب بمثابة السفارات، وكانت تلتقي يوميا ودائما مع الجهات المعنية، منظمات حقوق الإنسان، المحاكم الدولية، محكمة لاهاي، محكمة بلجيكا، وكانت تنقل هذه الوثائق التي تثبت تورط صدام بالإبادة الجماعية وبالقتل الجماعي. وكذلك هناك تنسيق مستمر مع المعارضة العراقية وبالخصوص مع الأخوة الكرد، كان لهم يعني الحقيقة أطنان من الوثائق التي تثبت جرائم صدام. هاي كلها كانت يعني لها تأثير كبير ومباشر على تغيير الرأي العالمي. الحقيقة لم يتغير الرأي العالمي يعني ليلة وضحاها يعني من الفراغ، وإنما وجدوا فعلا هناك أدلة تثبت وتدين النظام. تعززت هذه الأدلة بالجرائم المرتكبة من قبل حزب البعث بالانتفاضة الشعبانية؟ نعم، هاي يعني جرائم الانتفاضة الشعبانية التي أقامها صدام ضد الشعب العراقي، الإبادة المجاهدين في الأهوار، السياسات الظالمة ضد الأخوة الكرد، والضربة الكيميائية اللي ضرب بها مدينة حلبجة، هذه وغيرها الكثير الحقيقة، ومظلومية أهل الدجيل وغيرها وغيرها، كلها كانت تؤكد على مظلومية الشعب العراقي وعلى إجرام صدام. كان مشخص السيد الحكيم الدعم الأميركي لصدام بهذه الحالة؟ نعم، كان يقول هكذا أن الشعب الدعم الأمريكي أو الموقف الأمريكي مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان مرحلة الدعم، وتعلمون أن أمريكا دعمت الحزب البعث منذ 66 أو أكثر، 64 إلى حد مرحلة مجيء صدام واستمرت إلى الحرب. هذا كان فترة دعم البعث. المرحلة الأخرى بعد الانتفاضة دخلنا في مرحلة أخرى، وهي مرحلة احتواء صدام، لا دعم ولا إسقاطه، وإنما احتواء أو تقريض باعتبار تمرد حتى على الأمريكان. نعم، والدعم إلى حد ما قبل سقوط النظام، أحداث سبتمبر في أمريكا، دخلنا في مرحلة أخرى هو يجب الإطاحة بصدام، وأصبح صدام يعني خطر على العالم، ويعني يعني مرتكب الجرائم بحق الشعب العراقي وبحق الشعوب الأخرى. هذه الجرائم كلها يعني السيد الحكيم ينقلها للمجتمع الدولي؟ نعم بالتأكيد، يعني من خلال المؤتمرات، من خلال المركز الوثائقي اللي يعبر هذه الوثائق، ومن خلال المعارضة العراقية، التنسيق، الحديث وتوجيه، ليس فقط هو، المعارضة الأخرى العلمانية وغيرها أيضا يتحدث وياهم في هذا الأسلوب، ويدفع هذه المعارضة باعتبارهم أقرب من عندنا يعني للدول الأوروبية وسياسة وأمريكا وغيرها. فكان يعني لهم تأثير ولهم حديث وجلسات مستمرة، لذلك يستفيد من هؤلاء المعارضة بدفعهم. أكو استماع لهذه الطروحات والمواقف من قبل السيد الحكيم أو من قبل المجتمع الدولي للسيد الحكيم وكل هذه الوثائق والأمور اللي يجريها حزب البعث أو اللي يقوم بها حزب البعث بحق الشعب العراقي؟ بالتأكيد هناك لجان وهناك يعني مؤتمرات، وحتى دعوة يعني شخصيات مختصة في المنظمات حقوق الإنسان وبعض المحاكم الدولية، جاءوا إلينا ودخلوا، قسم منهم دخلوا إلى الأهوار، يعني للأهوار، وشافوا بأنفسهم مظلومية الشعب العراقي ومظلومية أهل الأهوار وتجفيف الأهوار، منها العضو البرلمانية للاتحاد الأوروبي نيكلسن، جاءت إلى العراق تقريبا أكثر من 21 يوم بقت في داخل العراق وفي الأهوار ومع المجاهدين، تتحرك من مكان إلى مكان، وصورت بنفسها الجرائم، بعض الجرائم ومو كل الجرائم حقيقة، واستمعت لكثير من الشهادات، شهادات الناس من داخل المدن ومن خارج المدن وداخل الأهوار، ونقلتها إلى المجتمع الدولي. وكثير من شخصيات أيضا دولية مهتمة في هذا الشأن في حقوق الإنسان
جاءت إلى الجنوب، إلى جنوب إيران وإلى القريب قرب من العراق، وجئنا بشهود كثيرة الحقيقة، وأدلوا بشهاداتهم ضد النظام السابق، وصورت هذه الشهادات وذهبوا بها إلى دولهم وإلى منظماتهم، وأصبح يعني الحدث والخبر على أنه صدام هذا مجرم ويجب إزالته، ولا يمكن هذا ضد الإنسانية، ولا بد أن يخرج من الصوت والوثائق. نعم. وجرائم حزب البعث وصلت للمجتمع الدولي وأسقط يعني النظام غير غير العمل الجهادي. نعم. هناك عمل آخر، عمل إعلامي، عمل سياسي، بالتأكيد توصيل هذا طبعا يعزز هذا العمل. هذا أوصل العمل لمرحلة 2003 وانتقل لك سماحة السيد، شنو اللي أراد سماحة السيد الحكيم شهيد المحراب أن يتحقق بعد سقوط الطاغية صدام بالعراق؟ نعم، الخطابات التي كانت تبث من خلال منبر الجمعة من النجف الأشرف بإمامة السيد الشهيد كانت واضحة، كان يدعو إلى بناء دولة عصرية تحفظ بها توازنات، توازن مكونات الشعب العراقي، وأن تسلم السلطة، أن يكون هناك تبادل السلطة، تبادل سلمي، كان يؤمن بالدستور ويؤمن بإجراء انتخابات نزيهة وتسلم السلطة بأيادي أمينة صادقة عاملة ذات خبرة وذات تجربة وذات أمانة، فكان يريد أن تبنى دولة عصرية على يد أيادي أمينة بدون الإقصاء للآخرين، بدون الاستحواذ، بدون تدافع وتنافس من قبل المشاركين، يكون همهم تقديم خدمة للشعب العراقي. نعم. وبالتالي تعويض هذا الشعب الذي تعرض إلى مظلوميات عديدة، أن يعوض من خلال تشكيل حكومة، تشكيل مؤسسات، أراد أن تبنى دولة مؤسسات، مؤسسات خدمة، تبنى دولة فعلا يشعر المواطن بأنه ينتسب إلى هذه الدولة التي هو ينتمي لها، وحكومة منتمية له أو منبثقة من رحمه تقوم بخدمته. وهكذا كان يؤكد دائما عدم تدخل الجهات الخارجية، وأخص بالذكر أمريكا، أن لا تتدخل في شؤون الشعب العراقي وفي شؤون الحكومة العراقية وقراراتها. وبالتالي أراد أن تتحقق العدالة وتتحقق رفع المظلومية التي كان يتعرض لها الشعب العراقي في ذلك الوقت، ويخاطب السياسيين ويخاطب الجهات التي شاركت في الحكومة أنه أن تعود وترجع إلى المرجعية الدينية الشريفة المتواجدة في النجف الأشرف، لتأخذ الموقف الشرعي والموقف السياسي، وأن تسمع إلى توجيهات ونصائح. نعم. المرجعية. وبالتالي السيد امتاز بهذه الصفة، صفة الخطاب الذي يوجه من خلال منبر الجمعة في النجف الأشراف، كان واضحا يمثل رأي المرجعية ويمثل خارطة الطريق للسياسيين، ولذلك استهدف من قبل الأمريكان، لأن هذه الخطابات التي كانت تبث من خلال هذه القنوات ومن خلال الحضور الفاعل والواسع في صلاة الجمعة بإمامة السيد الشهيد أثرت أثراً كبيراً، وفي المقابل أغاظت الأمريكان. نعم سماحة السيد، ومثل ما تفضلت كانت هي خارطة طريق واضحة لعراق ما بعد عام 2003، وكانت خارطة طريق واضحة لعراق ما بعد عام 2003، وتشخيص دقيق لكل المتغيرات من إنهاء تواجد الاحتلال، من إجراء الانتخابات، من كتابة
الدستور العراقي. يعني أشكرك سماحة السيد حسن الزاملي عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، انضمنا عبر الأقمار الصناعية من الديوانية، وكذلك أشكر الأستاذ حسن الساري عضو الهيئة القيادية في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على كل هذه الإيضاحات والمعلومات الهامة عن هذه المسيرة الجهادية لسماحة السيد الحكيم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام أيضا على طيب المتابعة. مستمرين بهذه التغطيات بتناول جوانب متعددة لهذه الشخصية العظيمة، الشخصية العراقية، شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم. إلى اللقاء.